تحية لجميع الأصدقاء ديالنا اللي كيشاهدونا في هذه اللحظة هذه في هذا الفيديو الرائع. معنا الأستاذ السباعي، أستاذ الرياضيات الشهير، ومع الإبن ديالو الوريث ديالو الرائع. غادي يقول لنا الارتسامات ديالو حنا في واحد المنطقة عالمية تاريخية اللي هي أكمامج أزكزا. قول لنا، دابا كنتواجدوا بالمنطقة الرائعة العالمية الطبيعية أكمامج أزكزا، متواجدة على بعد حوالي 30 كيلومتر من مدينة خليفرة. كما كتشوفوا الناس ديالها تبارك الله ما شاء الله عليهم، الناس ضيافة عندهم ما شاء الله عليهم الكرم. وكما كتشوفوا هاد النار الجميله، النار الجميله اللي كتسخنوا بها حيت كاين جو رائع جدا. ويمكن تقول لنا يمكن بغيتك وهاد الاسم ديال اكل ممز جزا يمكن بلاتي اكل ممز جزا، بغيت تقول لي الشريحه ديالكم هو البحيره الخضراء لانه اخضر. يمكن شي سباعي بغيت تهضر لي الشريحه ديالكم، قول لنا الشريحه ديالكم. وسالة ترعى من زير تدوسات العافيه الله يعطيك الممز زكزا، بس هنا زكزا لحقيقه زكزا، وازكزا باللغه العربيه هي اللون الاخضر، الا الطرف الثاني الخنيفره بيت الناس الله يعمرها دار. كملت ثلاث ترعى مسامي تجينا الله يعمرها دار، وجا انا خلعت فيها نرغي شويه هذا سي يرحم ربي الواليني والكازا. ايوا يا غاوني نيخ نكني انت تسقوا غادير نتمتع بالطبيعه يا الدويا. اذا كنشكر الاستاذ السباعي وتحيه لكم والى فيديو اخر. Thank you.